هذا حاليا الاسبوع السادس على التوالي، وحنا كنقوموا بوقفات واعتصامات مفتوحه امام مقر الخطوط الملكيه المغربيه. لحد الان ما كاينش فتح باب الحوار فيما يخص الجديد ديال القضيه ديالنا. المنظمه الديمقراطيه للشغل قامت بواحد الضغط فيما يخص كتابه المقالات الصحفيه الى اخره، وكانت غادي تنظم لنا وقفه امام ولايه انفر، لكن لم تعطى الموافقه على هذه الوقفه. حاليا قالت لنا بان غادي تاخذ لنا موعد مع السيد العامل باش ندارسوا هذا القرار الغير المدروس ونشوفوا فين غادي يدي بينا. وشكرا لكم. بخصوص القضيه ديالنا مازال باب الحوار مسدود، هاد الناس بغاو يديروا معنا والو، ولا جديد يذكر غيره انه تبنانا واحد الحزب اللي من هاد المنبر انا كنشكره حيت مدوا لينا يد المساعده فاش كلشي تخلى علينا، وحنا حاليا مع نقابه لو دي تي مدوا لينا يد المساعده وقالوا لينا باللي غادي نوقفوا على هاد القضيه ديالكم باش نوصلوا صوتكم، حيت بانوا لهم انه هاد الشباب ما خصهمش يضيعوا، حيت حنا المغرب، حنا لا غوياليغ ماروك، وحنا المغرب وحنا المستقبل. هذا فقط هو الجديد. دونك حنا مازال متبعين هذه القضيه، راسلنا عده وزارات، وزاره الشغل، وزاره السياحه، وزاره الشباب، راسلنا عده وزارات وكتبنا حتى لديوان المظالم وباش صوتنا يتسمع كما يجب، حيت هاد الناس راه تعلوا علينا ما بغاوش يفتحوا معنا باب الحوار، وحنا مازال مستمرين. وشكرا.